السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شوبير، والناس اللي يشاهدوا فينا مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. قبل لا نبداو حنا الموضوع تاعنا، غادي نتكلموا على المدرب بونجح وبعض يعني ناس اللي يتكلموا لك يقول لك يعني يقول لك علاش راكم تهضروا على سليماني ولا تهضروا على فلان ولا فلان. حنا راكم نجيب راكم نعطوكم بالتفاصيل. قبل لا نبداو، شت ناس قال لك يا ودي شوبير كيف ما راكش تقول المجد والخلود. المجد والخلود شهداء يفتخروا بابنائهم. حنايا على بالك حاشا لي ما يستاهلاش، ما نست ما والله العظيم ما رانا والله لا رانا حشمانين. تاكو يعاودوا ينوض، تاكو يعاود ينوض العربي بالمهدي، هكاكو يعاود ينوض زبانة، هكاكو يعاود ينوض ينوض سي مصطفى بن بولعيد، هكاكو ينوضو هادو، كو يعاود ينوض الأمير عبد القادر، نتوما ماشي قاع حاشا، ماشي قاع الناس. والله يقولنا يقولنا نتوما هادو نتوما باش يكون على بالكم. على هذيك قلت لكم ونعاود، ما غاديش نقول المجد والخلود لشهدائنا الابرار. حنا قلناها قلناها نهار اللي شاهدنا، وين الناس وين ولا يقول لك الثوره بدات في كاين اللي ولا يلعبها يغلط، يقول لهم 53 اول وين في واحد يقول لك من واحد كان ولا يقول لك ليكيب ناسيونال صنعت يعني في 50 بالعاني غلطوا يقلبوا يبغوا يقلبوا التاريخ. هذه حنايا دانا النيف على هذه الكلمه، ولينا نقولوا المجد والخلود لشهدائنا الابرار. هيا اليوم ما غاديش نقولوها، خاطر على تنهار اللي نشوف نشوف الامور، كل واحد في المنصب تاعه اللي يحتاجه، كل واحد يكون راجل اللي يكذب منصب يكون راجل بمعنى الكلمه، وتكون الردع فماك نعاودوا نقولوا ونقولوا فيها. كي يكون الردع الفاشل يبقى فاشل، والناجح يقعد ناجح. اللي فشل، انا شفت وزير يعني وزير شباب ورياضه مدرب جايب مهزله كبيره من الكاميرون، جايب خارج بنقطه، خارج بنقطه برومي تور وماركي بنت، والوزير في الليل يقارع له عند الدروج تاع الطياره. فما وليت نخمم وليت نخمم ما نقولش هذه الكلمه. ايا كي نهار اللي نشوفوا كل واحد منصب وزير يقعد وزير، خاطش علاه تروح لتونس وزير الشباب والرياضه شكون ما تعرفوش، تروح لهنا المغرب وزير الشباب والرياضه شكون تعرفوه ما تعرفوش، روح لالمان لا تعرف وزير الشباب والرياضه، لا كاش تدخل لجوجل، روح لطليان روح البرازيل تعرفوا وزير الشباب والرياضه تاع ما تعرفوش، تعرفوا ما تعرفوش، روحوا لهنا المالي روحوا السنغال روحوا للنيجيريا روحوا الكاميرون روحوا لا تعرفوا ما تعرفوش. الا هنا عندنا الشعبويه، الشعبويه جري برك. نهار اللي ما تكونش كاينه الشعبويه ويكون كاين الردع، الردع الردع كاش تايلا الردع، فشلت فشلت هيا فماك نكونوا ننجموا نقولوا المجد والخلود لشهدائنا الابرار ويفرحوا بنا في القبر ويفرحوا بنا. هذه هي. وللعلم عندي خويا عبد القادر شهيد واجب الوطني، وعندي ود عمي عبد الله شاف دو بريغاد اللي قتلوه في عين دفله في رمضان 93 94 لو 2 جانفي 2-3 جانفي قتلوه ود عمي عبد الله. هذه هي. نعاودو نولو نتكلمو على على هذا الامر تاع المنتخب الوطني، وهل هذا المدرب يعلم ان بنجاح ليس بنزيمة وواجب اخذ هذه بعين الاعتبار. نجاح هذا المدرب لطالما كان بغداد هو المهاجم في وقتها ونجح معه، لكن تحطيم الارقام تاع صفاوت كانت ستكون عاجلا ام اجلا وليس على سبيل المنتخب. يعني شكر وعرفان لما قدمه مدافع تاع المنتخب الوطني بالعمري، لكن
ليس على حساب ما كان سيقدمه أحمد طوبة، ما كان يقدمه يوسف ليلي، ليس على سبيل إبعاد ياسين إبراهيمي. صحيح محرز عالمي، لكن حتى والناس يستحق اللعب في بعض المباريات التي كنا نريد تحطيم رقم إيطاليا، لكن المدرب حطم أحلامنا ولم يحطم أي شيء بالمقابل. المستفيد الوحيد هو الشيكور، يعني إسلام، والشيكور تاع الشواكرة إي كامبي. هذه هي الحقيقة. خاطش كان يقول لك انتوما تنساو الخير، تعش الخير، تعش الخير. قال لك مدرب دار فيكم الخير، تعش خير. كنا نخلصوه، كنا نخلصوه، نخلصو الضو تريسينتي، نخلصو الوسخ تاع الزنقة برا. مدخل الوسخ تاع برا تاع الزنقة، مدخليه لك في التريسينتي وفي الضو وكلش باش يكون على بالك تخلصه بلا ما تحس. كنا نخلصو سكاني، ما تقولش بلي انا عندي عقد تاع جد جدي، لا تخلصه في التريسينتي ولا في الماء، تخلص الكرية. لا بغات العقد تاعك وعلى بابك وعلى جد جد جدك، أيا وتخلص العقد، ندخلها تخلص الكرية، تخلص بروسي، هاي تخلص بروسي، تخلص من، هذه هي أخويا. كان يخلص من عندنا، كنا نخلصوه، هذه باش تدخل لك مليح في راسك. كان اللي يقول لك تحضروا على واحد يدي 6 ملاير في الشهر، واللي خونوا الأموال وخونوا منا راهو في الحبسة. خونوا راهو في الحبس، راهم يتحاسبوا. شاهدنا ويحيى بالخلخال، ايوا شاهدنا، شاهدنا، شاهدنا حداد ما يحكموا عليه ب 12 عام ولا طاح في دار الشرع. ايوا هذو قام يخلصوا، راهم يخلصوا. ما تدخليش انايا تعرف، انا نهضر على كرة القدم. رغم انه اضاع فرصة او فرصتين، لكنه لم يضيع، يعني لكنه نقولوا بلي وين ضيعنا كأس العالم. وين شاهدنا وين هذا المدرب، وين قدم، وين ضحية التي قدمها هذا المدرب لأجل إظهار أن هناك تغيير، وهو على بغداد بنجاح برك هذا مكان. لكن الحقيقة أن بغداد يملك ما كان الأفضل من إسلام سليماني في الثنائيات وفي القتال على الكرة، هذه حقيقة. احنا ضرب قال لك باللي بينبدل، أنا بيتبدل، بيتبدل لي ناخ الحرب باللي بيتبدل. كول ما تروحش تجيب بلال عمراني عنده 31 عام، ما تقوليش في سليماني بيتحوس على سليماني يحطم رقم قياسي تاع بلومي. دروك راك داير بلومي في راسك. ثم ضيعنا التأهل كأس العالم، كنت داير في راسك تاع صفاوت، حطمت أحلام تاع الشعب تاع صفاوت، وزدت دروك بيتحطم الرقم القياسي تاع بلومي. غادي ما تجي بيتحطم الرقم القياسي تاع بلومي، نكونوا فيك حطمنا أحلام، نكونوا حطمنا احلام. وما لا كاس العالم، كاس العالم الدويره هذيك اللي دايرين فيها ستاد، الدويره تتاهل، الدويره اش الدويره تتاهل، كاس العالم 10-10 الدويره تتاهل. هما نصنع ايكيب صغيره نتاهل بها الكاس العالم 10 يروحوا مالك. ضربك الارقام يقول لك وين لي زافريكا وين غادي يدوروا، غادي تولي كيما الامريك لاتين، يقولوا يحوسوا على كوبا امريكا. هذوك المنتخبات اللي يروحوا لكاس العالم بصح يقول لك ما عندناش شانس باش نوصلوا النهائي ولا نصف النهائي، يلعبوا على الكوبا امريكا. مش كي تجي كوبا امريكا تاعهم كي تجي دايره، غادي لي زافريكا دروك يقولوا يخدموا على الكوب دافريك والكوب دي موند، تولي بالنسبه ليهم على بالك 10-10 غادي يولوا الناس يكاليفوا، تتولي تبان لهم شي انجاز، انجاز لازم توصل كاردو فينال باش تجي تقول لي بلي غادي نكاليفي غادي ندير. هذه هي، دير حساباتك، دير
لا ما تنساو اعطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، ان شاء الله بربي نكون معكم ديما بجديد، وربي يحفظكم خاوتي، سعيدكم.